برنامج التكميلي الذي استفادت منه الولاية. هذا البرنامج الذي استفادت منه يقدر بمبلغ 74.5 مليار دينار جزائري. هذا المبلغ يتمثل في 13 عملية، زوج عمليات مركزيين بمبلغ تقريبا 38 مليار دينار جزائري، والباقي تقريبا 900 مليار دينار جزائري يتمثل في البرنامج غير الممركز، يعني برنامج يسير من طرف سيد الوالي. البرنامج هذا فيه 13 عملية. العمليتين الأولى اللي هما ممركزين وهما عمليتين بمبلغ كبير، اكتبوا مبلغ 38 مليار دينار جزائري. الأولى تتمثل في الطريق، ازدواجية الطريق، الرابط بين ولاية سمسيت عن طريق الطريق الوطني رقم 14 حتى قصر البخاري في ولاية المندية بما يقارب 73 كيلومتر. هذا المشروع سلم للجزائرية للطرق لديها هي مدوراج، ويشمل على حصتين. الحصة الأولى اللي هي في ولايتنا وشوية من ولاية المندية أسندت إلى ربع شركات وطنية اللي هما سان تي بي، إيغيفا، سابتا و بي تي بي آر جي على مسافة تقريبا 34.5 كيلومتر، والأشغال راهي جارية اليوم من هذا لأن الأمر بالخدمة كان في جانفي 2024. الحصة الثانية أسندت إلى كوسيدر أوفراج دار وكوسيدر روت راهي جاية في ولاية تمدية، وانطلقت بهم الاثنين، انطلقت بهم الأشغال، والأشغال ما يقارب 20% من الإنجاز. المشروع الثاني هذا المشروع تاع الطريق الوطني رقم 127، هذا راه المبلغ تاعو 20 مليار دينار جزائري. المشروع الثاني اللي هو ثاني كذلك ممركز هو الطريق الوطني رقم 14 الذي يربط من مدينة العيون حتى حدود مع ولاية عين دفلة اللي هي يوسفية على مسافة 33 كيلومتر، هذا بمبلغ 18 مليار دينار جزائري. المشروع هذا راه على وشك الانطلاق لأن الإجراءات الإدارية طولت شوية، وراهم المؤسسات تعينوا، ورانا في صدد إبرام الصفقات عن طريق اللجنة القطاعية للصفقات الوطنية. دونك تكمل هذه الإجراءات ننطلق في الأشغال تحدي 33 كيلومتر. عندنا هذو جوج عمليات ممركزين. عندنا العمليات الأخرين اللي هما ما يقارب 11 عملية. العملية الأولى نقعدوا غير في الطرق الوطنية وهي ازدواجية الطريق الذي يربط بين تيسمسيت وولاية تيارت على مسافة 8 كيلومتر مع إنجاز محاول. ازدواجية كذلك الطريق الوطني رقم 120 الذي يربط كذلك مدينة العيون حتى حدود ولاية الجلفة على مسافة 22 كيلومتر، وسندت الأشغال إلى 3 شركات خاصة وأخرى للجسور هي شركة وطنية اللي هي سيرويس باتنا. الأشغال الجازية وهي على وشك الانتهاء. كل هذا البرنامج يتمثل في تقريبا 39 مشروع. نبدو بالازدواجية الطرق الوطنية. بالازدواجية هذه الطرق الوطنية هذه لما يخبقوش بأن تيسمسيت ولاية تيسمسيت موقع في محور بين خمس ولايات اللي هما تيارت، غليزان، اشلف، عين دفلة، الجلفة وميدية. هذا هو رايت الولاية تيسمسيت محور في هذا المحور. الموقع الجغرافي تاعها، الموقع الجغرافي التطوي وخاصة التضاريس الموقع تاعها، هذا غادي يسمح ان التنقل من الولايات المجاورة او من الولايات الاخرى البعيدة كسعيدة، بيض، اللي مور باش يروحوا يتنقلوا للشمال للعاصمة، هنا غادي ما يكون غير هذا المحور اللي يقدروا حركة المرور تكون سهلة، لأن الطريق الوطني رقم 14 الذي يربط بين تيارت مرورا بتيسمسيت حتى عين دفلة رانا الازدواجية تاعو تبقى لنا غير هذه 33 كيلومتر اللي رانا غادي ننطلقوا فيها وتكمل كاع طريق وطني مزدوج من قناة. الطريق اللي يربط بيننا وبين جلفة 22 كيلومتر هذا تاني راه فيه على وشك الانتهاء. هذا الطريق يسمح باش الناس تتنقل منا من جهة الشرق كالجلفة كالغوات كذا
يربطوا باش يربطوا الطريق الوطني رقم واحد اللي هو الطريق السريع بين شمال جنوب، هذا قاعد يسمع الطرق تاعهم. وكذلك في المستقبل ان شاء الله طريق الهضاب العليا الذي يمر طريق الطريق 40 اللي جاي في الجلفه، هي الجلفه ويمر. دونك هادو كاع لي جونكسيون هادو يسمحوا باش الناس تتنقل في ظروف في اريحيه، لان جايه في الوسط. الهدف من هذا الشيء كاع هذه الطرق الازدواجيه الطرق الوطن هو اولا تكون عندنا الهياكل القاعديه موجوده بازدواجيتها باش يتنقلوا سيرتو في الاقتصاد في البضائع. هذه الهياكل القاعديه غادي يخلقوا الجو من الناس اللي تبغى تستثمر هنا في ولايه تسمسيت، وخاصه الولايات المجاوره كيبغوا يتنقلوا، وكي يتنقلوا على 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 ولايه تسمسيت. هذه المشاريع تاع الطرق الولائيه او الطرق البلديه رانا من اوائل في الجزائر في الامور هذه، لان ما كانش قريه او بلديه ما عندهاش طريق حتى للقريه، حتى رانا وصلنا حتى للدواوير. ما نقولوش وصلنا للطوب، ما نقولوش حتى كملنا كلش، ولا كاين احتياجات اخرى باش نقربوا للفلاحه، نقربوا للدواوير، بعض الدواوير نقربوا لهم الطريق، لان دروك هذو الدواوير كاع ما ينجموش يخدموا لهم الغاز وما نخدموا لهمش الطريق، وما ينجمش فلاحته يقلعها وما عندهاش مين يفوتها، او يجيبها للسوق هنا، يديها للسوق من تاع الجلفه اللي بينه وبين الجلفه تاع حسير بدور، يديها للجلفه، يديها للشلف، يديها لتيارت، ما مسلعتهم عندهم كي يديروا يسوقوها، لان كاين كل الطرق اللي تدي تخرج عن الولايه. دونك فك العزله عن الفلاحين تاعنا، عن الساكنه تاعنا اللي موجوده في الدواشر وفي القرى. هذا البرنامج تاع السيد الذي اقره السيد الرئيس راه دفعه قويه لهذه الولايه. كاينه نقطه واحده اخرى مهمه جدا، كذلك هنا كانت عندنا سكه حديديه وتوقف المشروع تاع السكه الحديديه من تيسمسيت لتيارت غيريزان. نبشركم باللي ان المؤسسات اختيرت لاستكمال ما تبقى من تاع السكه الحديديه، واللي ما تعاودوا ينطلقوا في السكه الحديديه، وخير المؤسس خيرهم، ودول ما تعاود ينطلق ما باقيش بزاف، باقي واحد تقريبا 50-55% من الاستكمال. دوك يكملوه دوك تيسمسيت، اي مواطن يبغي يمشي لوهران، يبغي يمشي للجزائر، يبغي يمشي لتيارت، يبغي يمشي حتى للصحراء، يركب في التران ينزل في تيارت، ومن تيارت يروح لسعيده، ومن سعيده راهي كاينه ليزون بشار، ومن بشار راهي كاينه. صدير ما من المواطن دروك ما دروك راهم يروحوا في التران، عندنا تران دروك راهم يروحوا فيه البوكزول وكدا تحت البرج بوعليش. دوك ما من الناس تنقل، كاين اللي الناس راهي تجي تسوق وتعاود تروح غير في التران في التوقيت تاعهم. دوك هنا كاين واحد نخلق واحد الديناميكيه كبيره بزاف. يبقى هذا الشيء هذا راهي يخلق مناصب شغل. شوف هذا البرنامج هذا تاع السيد الرئيس اللي مشكور على هذا البرنامج، وان شاء الله احنا طامعين ثاني كذلك بعد الزياره تاعو يزيدنا مشاريع اخرى باش نزيدوا احنا نقولوا نطوروا في الشيء اللي بقى لنا.